قبل 50 سنة ذهبت أنا وأبي إلى أول فرع لبنك الأردن في وسط البلد وفتح لي حسابا هناك. كنت أمتلك فكرة رائعة لمشروع لكنني لم أكن أعرف كيف سأمولها. بنك الأردن وضعني على أول الطريق وبدأ مشروعي يكبر. لن أنسى أبدا كيف ساعدوني حتى في الأوقات الصعبة. شركتي تطورت وكبرت والآن أولادي يعملون معي ليكملوا مسيرة نجاحي وشراكتي مع بنك الأردن. شكرا لبنك الأردن الذي ألهمني على التفوق.